تحت عنوان خلينا نعيش الحلم بطرابلس، أطلق مسرح إسطنبولي عن افتتاح سينما أمبير بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى بمهرجان طرابلس المسرح الدولي، وهذا الشيء نهار السبت وبيستمر لثلاث أيام. معنا بالاستوديو الفنان القدير عمر مئاتي تيخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. يسعد صباحكم جميعا، صباحك وصباح المشاهدين الأعزاء المتابعين لهالتلفزيون الوطني. أكيد، وميرسي لك يعني عم بتنورنا بهالصبحية الحلوة بوجودك معنا. واليوم رح نروح على طرابلس تنحكي عن حلم تحقق. خبرنا أكثر عن خلينا نعيش الحلم بطرابلس وافتتاح المسرح. تخبرك قصة الحلم. يا المسرح الوطني، كلمة المسرح الوطني أسسه نزار ميقاتي أستاذي ووالدي الله يرحمه سنة 65 على ساحة البرج. هلا في محله بنايه بنايته كان في كازون وهذا كان اول مسرح يومي بتاريخ لبنان، كان يومي، وده كان معه مجموعه رائعه الله يطول عمر الموجودين يلي هن امال عفاش، مارسيل مارينا، جيزيف مصر، سمير شمس الى اخره، ويلي رحلوا كانوا معه مجموعه، ما كان معه حسن علي الدين شوشو، وعلي دياب، ماجد افيوني، نادي حمدي الى اخره، الى راشده. فهالمسرح كان دهشه وكان راقي جدا بشهاده ميخائيل نعيمه اللي مره وصلته على بيته كان عم يحضر هو ومسرحي اللبناني جورج شحاده العالمي، وكان في دهشه وكان العمل كانك قاعد بالشونزيليزيه. عمل كان نزار ميقاتي غير انه دارس مثقف كاتب ومخرج، كان جمالي، انسان جمالي. تنوصل لهون في شاب اسمه قاسم اسطنبولي من صور العظيمه، مثقف، خريج فنون، قصه المسرح الوطني ما هان عليه، قال لي انه ما هان علي يغيب هالاسم، نحن بحاجه لكل شيء وطني. فسينما بلش يدور على السينمات بصور، لقى سينما قديمه مهمله بطريقه من الطرق اخذها وجددها واطلق المسرح الوطني سور. وكان هناك المسرح يشهد اعمال مسرحيه محليه وعالميه. صار في صداقه انا وياه وعمل مئويه نزار مئاتي بالمسرح والى اخره. قال لي انا بدي احقق حلم نزار مئاتي، لانه مره براجع باحدى المقابلات قال انا حلمي نزار اعمل مسرح بطرابلس. قلت له بارك الله فيك، قال لي صدقني بدي احققه. وحقق سينما امبير، سينما صارت 30 سنه مسكره، قدر يعمل العقد مع قيمين على السينما وصارت المسرح الوطني طرابلس. من هون بنبلش الافتتاح 27 اب، وحاعطيك على السريع موجز بهالمهرجان المسرحي الاول بطرابلس بالمسرح الوطني وخارج المسرح الوطني. هيدا قاسم جماعة من جامعة الكوميديا ديلارتي، المسرح للجميع وحتى بالشارع. هلأ بالتزامن مع افتتاح المسرح الوطني طرابلس، اطلاق مهرجان طرابلس المسرحي دولي الاول بطرابلس من 27 ل 30 اب. هلأ الافتتاح الرسمي الساعة 6 المساء، المكان يلي كانت سينما امبير، المسرح الوطني صار العروض 12 عرض على 3 ايام. ايه العرض الافتتاحي من الجزائر الساعة 7 يوم السبت، يعني 6 الافتتاح 7 في عرض. الاحد من تونس في عرض الساعة 1 حكايات درويش للحكواتي هشام درويش، هذا تونس. الساعة 6 نفس النهار، نحن عم نحكي صرنا بالاحد بيوم الاحد الساعة 6 عرض لفرقة لبن او شيء لبن او لبن. الساعة 8 عرض من الساعة 8 عرض من كردستان. نوعين العروض. ايه يلي عروض من المغرب، من موريتانيا وليبيا. هلا وصلنا ليوم الاثنين 29.
هلا اكيد المشاهدين الاعزاء ما حيحفظوهم، بس فيهم يشوفوا مراجع اكيد هلا رح نسكر مجرد ما فاتوا على بيعرفوا وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي بيقدروا يشوفوا اذا حطوا قاسم اسطنبولي، قاسم اسطنبولي هالقبضاي، او حطوا مهرجان مسرح الدولي طرابلس بيلقطوه. التنين عندك عرض اسمه فوبيا لمصطفى هلال من العراق، هذا الساعة واحدة ظهر. هذا العرض خارجي، خارج بالشارع مش بالقلب المسرح، فتنا بالكوميديا ديلارتي. يلي عرض لفرقة صدى المسرح الساعة 6 من لبنان، الساعة 7 عرض من إيطاليا لباولو أفانتانيو، ويلي عرض من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. هلا وصلنا لليوم الأخير الثلاثاء 30، عرض حكواتي لبوراق صبيح ساعة 1 الظهر بالشارع، كمان عرض شارع الساعة 2 لفرقة تيرو، هيدي الفرقة اللي أسسها أصل اسطنبولي جمعية تيرو للفنون، هالفرقة وفي جمعية تيرو للمسرح فيها أعضاء كتار ومنهم الداعي. فرقة تيرو عرض لك الشارع لفرقة تيرو الساعة 6 للساعة 2، هلا الساعة 6 30 شهر صرنا بآخر يوم، أنتيغون المكسيك، من المكسيك كمان المكسيك. الساعة 8 عرض لفرقة الفنون الشعبية اللبنانية، الساعة 9 إعلان نتائج المهرجان. هلا تنحكي كلمة عن قاسم تنعطيه حقه، هالإنسان يلي حقق هالحلم وتصور انه اي شيء بده يعمل انجاز حضاري بهالبلد بلاقي صعوبات اكيد، وبلاقي ناس يجربوا يحطوا له العصب الدولي. اكيد رح نفوت بتفاصيل اكثر بخصوص هالموضوع وكيف صار التحضير، ولكن بما انه عم نحكي عن البرنامج، شو رايك نشوف التريلر تبع قاسم؟ يلا ومنكمل بدك يا الله. وشفنا البناية كمان، سينما أمبير القديمة. أنا طفولتي كنت بطرابلس، عمر 9 سنين. العروض كلها مجانية، المسرح الوطني عروضه مجانية، حتى بصور تتفاجأ، بس هكلها العروض مجانية. أكيد يلي حائز بحب أقول لك أنه قاسم اسطنبولي على اثرها وكذا، كانت العروض بالمسرح الدولي بعروضه بصور صار لها سنوات كل سنه بيعملها، وهالشيء اعطاه شهره عالميه لدرجه انه حاز على جائزه الانجاز بين الثقافات سنه 2021 بفيينا، راح النمسا على فيينا وقدموا له الجائزه. وتقديرا للفكر يا عمي، الفكر مثل الشمس، ما فيك تخفي. واذا كان ببلدك على قولة السيد المسيح انه ما تكرم نبي ببلده اجمالا، ما حفظها حرفيا بس بعرفها، بس العالم للفكر العالم كله بلده. مشان هيك لما اجى غوتيريس امين عام المتحده راح زاره بالمسرح الوطني لقاسم بصور، شوف التقدير، تقدير أكيد. واكيد في له رعايه من هالمؤسسات العالميه اللي ترعى الثقافات
لأنه هي اللي هي هي اللي طريق الرقي لأي شعب. ونحن شعبنا بحاجة، قسم كبير منه راقي جدا والقسم الأعظم بحاجة للرقي، لأنه ملهي بعصبيات فارغة ما لها طعمة وبعيدة عن الإنسانية، حتى بعيدة عن جوهر الدين اللي هو المحبة والتسامح. يعني أستاذ عمر، نحن منشوف أنه الفن بيجمع إن كان بس جماليات، يعني بس نشوف ننبسط بالشيء عم نشوفه، نتعلم شيء جديد، ثقافة كتير مهمة، وكمان بتاكل صورة البلد بشكل عام، لأنه هيدي عم تنقل صورة البلد عالميا ودوليا. وعم نشوف انه عم بيجي كمان عروضات عالمية. نعم. يعني هيدا الشيء كمان بيلفت نعم. نظر للبلد كتير نعم. مهم. نعم. ونحن عم نحكي سور بجنوب وطرابلس بشمال، يعني صار منتشر على كل على هو كل البلد. حلمه لقاسم او حلم نزار مئات اللي عم بيحققه بيقولوا رب اخ لم تلده امك ورب ولد لم يلده ابوك. بقى قاسم كمان هالحلم ما هو لاحقه، بهمه انه يكون كل مركز كل مدينة رئيسية بلبنان يكون فيها مسرح وطني. هذا الشيء لازم ان شاء الله نتمنى النجاح لهالمسرح وهالمسرح الخلوق، لانه عروضه كلها راقية جدا. شفت كيف؟ ما في مجال للعروض اللي فيها التواء. اذا الله راد، يعني مع وجود اشخاص مثل قاسم اسطنبولي عم بيكون هذا الشيء، يعني معه فرقة تيرو معه أعضاء رائعين متخصصين قسم منه كتير بالمسرح ومثقفين ودكاترة بعدة مجال علمي. هيدي فرقة تيرو، يعني جمعية تيرو كمان مهمة اللي أنشأها قاسم. فبنقول بالنتيجة الشخص بيمشي بس بيبقى الإنجاز أكيد، وإن شاء الله الإنجاز هيدا بيكون افتتاح خير ب 27 شهر إذا الله راد. وبعتقد بالتعاون مع وزارة الثقافة، لأنه عندنا وزير ثقافة حضاري جدا أنا بحبه كتير، خلوق القاضي يلي بنعرفه لازم يكون أكيد. وزارة الثقافة إذا بترعى بديهي من أعمالها الأساسية إنها رعاية هالنشاطات هاي أكيد إذا الله راد. وهون بدي أسألك أستاذ عمر، أدى أهمية وجود مسرح وطني بلبنان وبالتحديد بطرابلس؟ سؤال مهم بمحله. طرابلس من زمان بيصير في عروض صغيرة، مسرح قائم ودائم، وخصوصي أنه مجاني بيقدم أول شيء مثل ما قال قاسم بالفيلم اللي عامله. طرابلس اول جامعه تخصص فني ودرامي كانت بطرابلس، والوالد كان احد الاساتذه هناك، كان معهد عبد الله الحسيني الله يرحمه، كان هناك يدرسوا السينما والمسرح، وكان الوالد شاب اول طلعت يعني يعلم هناك، وكان استاذ بالفرير ويعملوا المسرحيتين بالسنه بالفرنسي، لانه هو تلميذ الكالميريين نزار مئاتي. لما تخرج كان عمره 17 سنة، بعثوه سنتين على إيطاليا درس المسرح والسينما إلى آخره. فإنشاء مسرح دائم بطرابلس متنفس لأهل طرابلس. طرابلس هالنشاطات هيدي بحاجة إلى أكيد، وخصوصي هالمسرح يلي له طابع دولي. هلأ أي فرقة من لبنان او من طرابلس او من شمال عندها عرض فيها تجي على المسرح الوطني، ما حدا هياخد منهم اجره اجره مسرح. هذا شيء كتير مهم، لانه فيها بنلاقي انه كتير عالم تتردد من وراء هالموضوع، وحيكون في عروض للجمهور. هلا كيف يدبر راسه قاسم؟ الله يكون بعونه، وفي مؤسسات اكيد حده اكيد منها مؤسسات دوليه. بالنهاية كمان عم بيتضوى على أعمال كتير مهمة إن كان عالميا أو حتى بلبنان. يعني أنا حابب شوف أنتيغون المكسيك كيف عاملينها. أنا حكون موجود، الله يجيبنا من أنا حكون موجود طول فترة عروضات المهرجان هيدا، يعني من 27 ل 30، وملزم بالحضور لاني من لجنة الحكم آخر شيء في جايزة. خبرنا أكثر عن لجنة الحكم. لجنة الحكم اللي ها يعني نحن كنت عم بتقلي ايه في لجنة يلي حكم من اسبانيا، هن ثلاثة لجنة التحكيم بمهرجان طرابلس الدولي من اسبانيا، انا ساندرييرو الفاريز
الفاريز عائلة كتير كبيرة بإسبانيا وبالمكسيك الفاريز كمان. من لبنان عمر مئاتي وصلاح عطوة. وعلى أي أساس رح تكونوا عم بتقيموا الأعمال؟ لأنه أول شيء بدنا نحضرهم كلهم يعني. وبنشوف العمل يلي أكيد أنا شخصيا بشوف يلي عمل فيه تعب كتير وفي جمالية وفي إبداع. الفن كيد. هو موقف إبداعي. نحن كيف بنقول هيدا شاعر؟ في كتير بيكتبوا شعر بس مش شعراء، بس نقول هيدا شاعر يعني قرينا شيء جديد، يعني أخذ هالفكرة جديدة، هالكلمات الفصيحة أو العامية وركبهم بشكل لم يسبقه إليه أحد. هيدا اسمه مبدع، شاعر مبدع. كمان الفنان ممكن يكون بهالإطار مبدع أكيد. وهون كمان ببين كل فنان هويته الخاصة بعمله. طبعاً نحن عم نحكي كمان عن أعمال من عدة بلاد، فكل واحدة يمكن يكون لها طابع خاص وغير عن اللي غيره. شوف ما أروع أنك تحضر يعني أنا مثلاً ما بعرف، أنا مش رايح على كردستان، أنك تشوف فرقة جاية من كردستان وتشوفهم، شفت كيف مثلاً. وأنا بعرف أنه شعب راقي الأكراد، شعب عامل وأبضاي، شفت كيف. وغيرهم وغيرهم من ليبيا، من هون من هون من المغرب، اني انا اشوفهم كله لهالجماعه بناحيتهم الجماليه. ما بنسمع عنهم بالاخبار الا المشاكل، لا خلينا نشوف الناحيه الانسانيه الجماليه الفنيه بحياه هالشعوب. مزبوط. ونحن بعتقد اكثر شعب يعرف هذا الموضوع لانه بنعرف صوره لبنان كيف عم توصل للخارج، وبنعرف بالبلد يلا بدنا كيف عايشين. الشباب يعملوا لبنان على صورتهم هن اذا الله راد، بالنتيجه ما بيبقى شيء مسيء لهالارض. الارض بتلفظه، وبس الارض بتمد ايدها للشباب دائما. اكيد ايد الارض معكم. وانا بعتقد مسرح دولي خاصه بطرابلس كمان رح يكون كمان باب كتير كبير للعالم والشباب اللي عم بيطلعوا وعم بيكونوا مهتمين بالمسرح. طبعاً. يعني خلينا نعيش الحلم بطرابلس. عن جد خلينا نعيش الحلم. عندنا من 27 ل 30 12 عرض مختلفين منوعين، وكمان يعني بدأ كل الأشخاص يفوتوا على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي يفتشوا على مهرجان طرابلس المسرح الدولي تيشوفوا كل التفاصيل أكثر وأكثر. الله يبارك فيك. ميرسي كثير لك الفنان القدير عمر مئاتي، وكمان بكل التوفيق للمسرح الدولي، وإن شاء الله يعني بنجاح اكبر واكبر. تسلم. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي كثير لك. بصير لك مجال تروح تحضر لك في عرب اذا الله راد. اكيد طرابلس يعني من المناطق اللي لازم تنزار كمان ولازم نروح على العاصمه الثانيه. نعم. ميرسي كثير لك. تسلم. من النشاطات اللي عم بتصير كان برعايه وزير الثقافه القاضي محمد وسام المرتضى، وتحت عنوان ازرع علم تحصد وطن، كان عرس للفن والثقافه والرسم على المسرح الروماني بقلعه جبال بحفل تخرج طلاب اكاديميا كولات جبال. كانت كاميرا أحلى صباح هونيك، ورجعت لنا بهذا الريبورت. سيداتي سادتي، رحب فيكم كترحيب الصباح للشمس وحسة عناق الليل مع طلعة النور، وكل المعاني غدة همس والقلب ببحر أنس وسرور. مساء الحرف على لحن بيبلس. جئت من مدينة العلم والعلماء إلى مدينة الكتاب، إلى أرض ولادة الأبجدية وتاريخ الفينيقية وحضارة الشرق الأوسط، جبيل مدينة العيش المشترك التي علمتنا الحرف وصنعت السلام على دروب كنائسها ومساجدها لتقول للعالمين هذا هو لبنان يا شعب لبنان العظيم. حملوا صلابة هالأرض مثل الأرز، وحملوا الأرز من أرض الرب بكل ذكاء وبكل إبداع، وصلوه على المينا وعملوا أحلى مراكب ما ركبنا على المينا. هلأ شباب اليوم صار عندهم وعي أكبر، صار عندهم حب أكبر، صار عندهم حلم أكبر. شباب اليوم صاروا
هن بيقولوا الكلمة وما عم ينطروا حدا يقول عنهم الكلمة، صاروا هن بيكتبوا مشاعرهم، صاروا هن بيقولوا نحن موجودين. هيدا لبنان يلي نحن بدنا اياه. اليوم بيومه بيتفكر لقدام وجرب مستقبلي صونه. عاد الله هذا العيد، عيد الجيش على جيشنا العظيم والحبيب بالصحة والسلام وبأيام مريحة مغايرة لحالنا اليوم. لكم منا أرفع معاني التقدير والوفاء، كل عيد وأنتم جميعا بخير. يا هوى دخل الهوى خذني على الهوى، ونسم علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوى دخل الهوى خذني على الهوى وخذني على الهوى. ازرع علما تحصد وطنا، عنوان معبر أجمل ما فيه موضوعيته التي أملت على صاحبه قصدا أو عفو خاطر أن يسقط حرفا من شعار قديم ويستبدل به حرفا آخر. فأن أجيالا من اللبنانيين كانت تؤمن وتردد أن لبنان وطن حلم، فجعلت شعارها ازرع حلما تحصد وطنا، وراحت تبتني الأحلام عالية واسعة وتسيج بها حدود الصورة الجميلة للوطن المرتجى. نشكرك انه شجعت كل الاطفال تحبوا الموسيقى، منحبك كتير. نحتفل اليوم وكولات اكاديمي بحدث ثقافي موسيقي لطالبات وطلاب واطفال في رحاب هذه الارض الطيبة التي حملت للعالم الابجدية، وعلى المسرح الروماني الذي شهد أحداثا ثقافية منذ آلاف السنين وما يزال. إن بيبلوس والموسيقى تتماهيان بكونهما عالميتين، فالموسيقى هي اللغة الوحيدة التي يفهمها البشر بدون تعليم أو شرح، وهي تهذب النفس والروح.